هذه هي الحلقة الأولى من برنامج رحلة اكتشاف. في رحلة اكتشاف لا ندعي أننا نعرف الإجابات على كل الأسئلة، ومش الهدف من هذا البرنامج إنه نجاوب على كل الأسئلة. لكن من اسم البرنامج هناك رحلة. البرنامج بيقدم دعوة لكل من يشاهدنا إن كان عبر هذه الشاشة أو إن كان عبر السوشيال ميديا. أن ينضم لنا في رحلة اكتشاف. طبعا هناك أسئلة كثيرة تتوارد في أذهاننا، طبعا هناك حقائق كثيرة نحتاج أن نعرف المزيد عنها. الكتاب المقدس يشجعنا أن نفتش الكتب. إذا كنت اليوم تشاهدنا من موقعك وعندك حاجة معينة، عندك سؤال معين، عندك حيرة معينة من حيث موضوع معين، فأنا بشجعك تتابع هذه الحلقة والحلقات الأخرى الجاية من برنامج رحلة اكتشاف وفي برنامج رحلة اكتشاف ارتقينا أنه يكون في أربع محاور رئيسية البرنامج بيعالجها أو بيخوض فيها محور الله محور الإنسان محور الحياة ومحور الكتاب المقدس في حلقتنا لليوم رح نحكي عن الكتاب بشكل عام هو ليش لازم يكون في كتاب ليش كل دين او مذهب او فكر لازم يكون في اله كتاب؟ يا ترى هل الكتاب المقدس هناك تشابهات بينه وبين كتب اخرى؟ وهل الضلالات الاخرى او المذاهب المختلفه الكتب اللي عندها فيها اي شيء من الحق اللي في الكتاب المقدس؟ بدعوك تكون معنا في هذه الحلقه الاولى من برنامج رحله اكتشاف. في الكتاب المقدس هو على قد ما هو يعني احنا محتاجين نكون بنقراه كل يوم وهو كلمة الله لينا لكن في نفس الوقت هو كتاب مكتوب من 1500 سنة وفي نفس الوقت احنا ما عندناش المخطوطات الأصلية ما عندناش الحاجة اللي اتكتبت من 1500 سنة فإيه اللي يديني الثقة إن اللي اتكتب من 1500 سنة كلمة الله هو كلمة الله اللي بيدي النهاردة أنا دايماً كان بيكون عندي أسئلة ليه الكتاب المقدس عن صحة الكتاب ده وليه كل الحاجات اللي اتكتبت من قبل ناس معينين هي حتكون حاجات صحيحة مش ممكن فكرة جات لهم وكتبوها وليه ربنا اختار الكتاب المقدس طريقة يتواصل بيها معانا مشاهدينا برحب فيكم أهلا وسهلا في هذه الحلقة الأولى من برنامج رحلة اكتشاف معنا في هذه الحلقة المهندس ديفيد ويصا أهلا وسهلا فيك أهلا بك مهندس ديفيد هو مهندس اتصالات بيشتغل في مصر هو أيضا حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الكتابية ديفيد كمان كاتب مميز وعنده كتابين نشروا حاليا موجودين في الأسواق كتاب اسمه الكتاب المقدس بلا رتوش وكتاب حروب يهوى أنا بشجع الجميع يقتني هذه الكتب وكمان أنا من المتابعين لديفيد على مواقع السوشيال ميديا هو كاتب مقالات رائعة أهلا شكرا. وسهلا فيك أهلا بيكون. أنا متشرف أني أتعرف عليك وجها إلى وجه وتكون ضيفنا الأول في برنامج رحلة اكتشاف هو ليش لازم يكون في كتاب؟ يعني بتدور على كل فكر ومذهب ودين وتجد أنه يرجع إلى كتاب وهذا الكتاب كتبه شخص معين او اشخاص معينين. والحياه تقاس على معايير مكتوبه في هذا الكتاب، وهناك ارشادات مكتوبه في هذا الكتاب بتساعدنا نعيش في هذه الحياه، هو ليش لازم يكون في كتاب؟ اخ ديفيد يعني طبعا انا ما عنديش اجابه كاني بتكلم بلسان كل ثقافه او دين، لكن انا بتخيل بمنتهى البساطه خالص هاخدها من التاريخ، احنا اساسا معرفتنا عن التاريخ مش بتبدا غير من التاريخ بتاع بداية الكتابة. لأنه كل جماعة أو كل ثقافة أو كل شخص لما يحب يوثق اللي هو عايشه الفكر اللي عنده أو الجماعة نفسها لما تحب توثق ده بتكتبه. وأعتقد إنه حاجة من ضمن الحاجات الثابتة طول الوقت واللي بتساعدنا نعرف الفكر زمان كان إيه أو اللي كان بيحصل زمان كان إيه هو إن نلاقي حاجة مكتوبة. <applause> لانه غالبا انا على الاقل بتكلم عن الانسان مثلا وعايز عايز افرق الانسان عن الحيوان الحيوان انا محتاج اروح له علشان اشوف هو بيعمل ايه لكن الحيوان مش هيقول لي هو بيعمل ايه لكن الانسان عنده ملكه مختلفه هي ملكه اللغه انه يتكلم ويقول ويعبر عن نفسه فكل ما كان بيعمل ده كل ما كان بيوثقه ده بيكون اسهل لي وللجماعه اللي حواليه وللجماعه اللي جايه بعديه وللثقافات التانية انه نعرف هم كانوا بيفكروا ازاي فاعتقد انه لو انا بتكلم هنا عن الله وانا هنا ما اقصدش ان الله كتب كل الكتب اللي في كل الاديان بس بتكلم بصفه عامه لو الله حب يتعامل مع جماعه يتعامل مع اشخاص ويوثق معاملاته دي للاجيال اللي جايه عشان يعرفوه فطبيعي ان يكون في كتاب انا عارف ان ده ممكن يعمل مشاكل كتيره انه الكتاب على مر الزمن ممكن يتفسر بطرق مختلفه ممكن يحصل فيه تاويل ممكن يحصل فيه طوائف مختلفه او مذاهب مختلفه كل ده صح وفعلا بيحصل لكن ليه حلول لكن في الاخر اقصد اقول انه الاساس في الموضوع انه فعلا في حاجه ثابته موثقه معانا لكن لو مفيش كتاب اي حد هيقول اي حاجه وخلاص يعني ما حدش هيقدر يقول اصل زمان كان بيحصل ودلوقتي بقى ما حدش يقول كده لان يعني ما عندناش اي اثبات تمام فهو للتوثيق لنقل المعلومه لنقل التاريخ لنقل القصه لنقل الاختبار والتجربه اللي اللي بيعيشها البشر. طيب بالنسبه للكتاب المقدس. الكتاب المقدس زي ما طبعا حضرتك عارف وبتعلم وكلنا عارفين، الكتاب المقدس ما كتبهوش شخص واحد. وما انكتبش في حقبه, زم... حقبة زمنيه واحدة ضمن حياه شخص واحد. اكثر من أربعين كاتب كتبوه. في أكثر من 1500 سنة يعني أكثر من عصر أكثر من جيل أكثر من, من مكان كمان والأماكن جغرافيا في قارات العالم كلها كتب هل الكتاب المقدس اليوم اللي ما كتبوش شخص واحد وما نزلش من محل معين من السماء يعني هل هو موضع ثقة إذا كان اختبارات هدول الأشخاص اللي كتبوا الكتاب مختلفة و متباينه، فروقات كبيره بين حياتهم وبين شو كانوا بيشتغلوا وبين عاداتهم وتقاليدهم عم نحكي، هل الكتاب المقدس موضوع ثقه؟ يعني رامي احب دايما وانا بتكلم عن الموضوع اعيد تعريف الاشياء، يعني لو انا قلت اه موضع ثقه، الثقه هنا معناها ايه؟ او لو انا قلت لا مش موضع ثقه، فبرضو الثقه معناها ايه؟ فعايز اعرف يعني ايه موضع ثقه اصلا. احب افرق بين ثلاث حاجات في الكتاب المقدس، مصدر الكتاب المقدس أصالة النصوص اللي بين إيديا النهاردة مقارنة بالكتب ومحتوى الكتاب المقدس يعني مصدر الكتاب المقدس يعني أنا بدعي كمسيحي أن كل الكتاب هو موحى به من الله فلما أقول مصدر الكتاب قصدي بيه أنه بصفة يعني خلينا نقول بصورة ما يعني هو الله هو اللي تواصل مع الإنسان ونتج عنه كتاب أصالة النص معناها أنه لما نمسك النهاردة الكتاب المقدس بين إيديا أفترض مثلا أنه في نص نؤمن أنه كتبه موسى مثلا موسى النبي أه فالسؤال بالنسبه لي هل النص اللي في ايديا النهارده ده هو اللي كتبه موسى ولا لا فده معناه اصاله النص المحتوى اقصد بيه ايه اقصد اقول ان المكتوب في النص ده هل بيقدم اصلا معلومه صحيحه ولا ممكن يكون بيقول اي كلام فانا هنا بفرق بين الثلاث حاجات دول ما اقصدش هنا افرق بمعنى انه انا بتكلم عن موضوع ثقه في حاجه واحده منهم بس قصدي اقول ان لما اتكلم عن الثقه قصدي اقول ان انا محتاج اغطي كل ده الكتاب المقدس مع انه كتاب قديم آه، يعني ما اقدرش اقول ان هو اتكتب حديثا يعني لكن لو هقارنه ببقيه الكتب اللي على الاقل تخص الاديان آه، اللي اتكتبت زمان آه، احنا عندنا النهارده آه، كم مخطوطات يعني نسخ آه، من كل سفر لما بنيجي نقارنها ببعضها ونجمعها مع بعضها بتساعدنا نعرف النص الاصلي كان شكله عامل ازاي. ما اعتقدش انه ده يعني يقدر يوازيه اي نص تاني في اي كتاب تاني بيدعي اصحابه انه لدين ما او لثقافه ما. م. فدي حاجه بتساعدنا شويه نعرف هل النص اللي في ايدينا ده اصيل ولا لا. م. فكره المحتوى. المحتوى انا عندي حاجات كتيره بتساعدني النهارده. أه واعتقد ده يمكن خلال 200 او 300 سنه اللي فاتوا في كم اكتشافات اثريه اكتشافات تاريخيه أه بتساعدنا شويه نعرف ثقافه الناس اللي كانوا عايشين في الوقت ده كانوا بيعملوا ايه مم. كانوا بيفكروا ازاي الالفاظ اللي استخدموها في الكتاب المقدس كانت تعني ايه مم. لان انا النهارده مثلا انا مصري وانت اردني واحنا بنتكلم سنة 2023 نفس الكلمه عندي انا انت بتفهم مفهوم مختلف احنا بنتكلم لغه واحده فانا محتاج شويه ابذل مجهود وده المتاح لينا حاليا ان احنا نعرف الوقت اللي اتكتب فيه النص ده الكلمات دي كانت تعني ايه وقتها مم. فده شويه بيساعدني افهم المحتوى عشان اشوف بقى ساعتها بعد ما افهمه وافهمه صح هل المحتوى ده بيعكس حاجه حقيقيه حاجه صح مم. ولا لا مم. فانا دايما باخد الكتاب المقدس كده بالراجع انه ابتدي الأول من المحتوى أه واشوف ده اتكتب امتى ابتدي بعد كده من النصوص اقارنها بالمخطوطات واشوف هل النصوص اللي في ايديا النهارده دي اقدر اعتمد على اصالتها ان فعلا اتكتب اللي في بين ايديا النهارده يعني هو بالظبط اللي اتكتب وبعد كده اخدها بالراجع انه لا والله اتكلم من غير ما افكر هو هيكون مهتم انه يوصل كلمته للانسان ومن غير ما افكر برده هيكون مهتم انه يوصلها صحيحه علشان مبدا بسيط جدا انا النهارده الافكار اللي في دماغي انت ما تعرفهاش أنا محتاج أعبر عنها بكلمات بكلام. وكل ما كان كلامي واضح وكل ما كان كلامي موثق ليك وللي بعديك ده بي يعني بيساعدني أنه فكري يتنقل بطريقة سليمة يعني إيه طريقة سليمة يعني طريقة تعكس اللي في ذهني فعلا أوكي فلو الله بيحب الإنسان وحب يتواصل معاه وأنا بدعي ده يبقى لازم يكون مهتم إنه يوصل ده من خلال كلام مكتوب ويكون متأكد إنه الكلام المكتوب ده مع الزمن هيفضل مكتوب زي ما كان مكتوب في البدايه قلنا انه بالاخر ليش ليش يكون في كتاب علشان التوثيق وعلشان فهل المقصود من الكتاب المقدس زي ما في كتب ثانيه انها من خلال التوثيق توصل لي قصه حياه الشخص اللي كتب او اختبار الشخص اللي كتب ولا هو يعني شو شو الهدف من الكتاب المقدس بالاخر في جمله واحده اقدر اقول انه انا بتكلم علشان اقول لك انا مين واقول لك انا عاوز ايه هذا على اعتبار انه الله هو اللي كتب الكتاب بالضبط لو افترضنا هنا بالعكس انه كل كتاب هو موحى به من الله أوكي. يبقى الله لما اتكلم مع بشر او اتعامل مع بشر كان عاوز يقول حاجه مهمه جدا هو مين وانا مين لانه الله فارق معاه في الاخر ايه علاقه انا ما ينفعش اقيم معاك علاقه من غير ما نكون بنتكلم مع بعض م. فلو الله فارق مع انه يعلن عن نفسه هو مين مستحيل انا اكون اعرف الله مين من غير ما هو يتكلم امم ولو الله فرق معاه يعلن انا مين وادخل في علاقه معاه ازاي واعتقد دي عمق يعني اي علاقات بشريه بينا في العمق بتاع العلاقه هو ده الهدف منها فالله مهتم بده فلو الله وثق ده في كتاب بصوره ما وضمن انه يصلي زي ما اتكتب يبقى انا النهارده اقدر اقول اني اعرف مين هو الله ولو بصوره أه عايز اقول بصوره كبيره طبعا ما اقدرش أني اعرف الله تماما لكن اقدر اقول ان انا اعرف حاجات كثيره او عن الله وأعرف الله شخصيا من خلال الكلام اللي اتكتب مم. وبالتالي اقدر اعرف نفسي واعرف اللي حواليا وادخل في علاقات سليمه سواء مع الله او مع اللي حواليا عايز اعلق كمان يا رامي على السؤال اللي انت سالتوني بتاع انه الكتاب المقدس كتبه أكتر من كاتب في ازمنه مختلفه واحده من الحاجات اللي بتطمني جدا لده ان انا سهل جدا النهارده جاي اقول لك على فكره يا رامي انا ربنا كلمني او ربنا قال لي وده بيحصل كتير حتى في وسط الكنايس انه نسمع مثلا شخص بيقول ربنا قال لي اقول لكم النهارده كذا 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 او ربنا بيقول لك كذا كذا طبعا انا مش بقول ان كل ده غلط او صح بس بحاول اقول انه لو انا قلت ده صعب جدا تفحص كلامي. اصعبها شويه بقى لو انا جيت قلت لك على فكره ان ربنا قال لي النهارده حاجه وبكره حاجه وبعده حاجه وعمال اكوم الحاجات دي في كتاب ورحت مسلمك الكتاب ده وقلت لك ده ربنا قال لي كل الكلام ده. مقدرتك انك تفحص مصداقيه ده من عدمه صعبه جدا. صح فاقدر اقول ان في احتماليه يكون 50% كذاب او متوهم في 50% يكون صادق. لكن لو انا النهارده آه سجلت معاملات الله مع بشر مختلفين في أزمنة مختلفة، في ثقافات مختلفة، وحضارات مختلفة، واكتشفت بعد ده إنه لما جمعت كل ده في الكتاب إنه بيكلمني عن قصة واحدة، عن أيوة. إله واحد، أيوة. عن صفات واحدة أقدر أقول النهارده أنا عارف الله مين. م. بالمناسبة أصعب حاجة في العلاقات ودي بعتبرها من أسوأ العلاقات هي العلاقة اللي ما أقدرش أقول أنا مين بالنسبة لرامي. مش عارف أعرفه. صح. يعني هو كويس مش كويس هو بيحبني مش بيحبني اوقات بيعمل حاجات واوقات يعمل حاجات تانية عكسها بيسموها ميكست سيجنلز متعبه متعب جدا طبعا فما اقدرش اقول مين هو رامي لكن لو انا مسكت الكتاب المقدس النهارده وشفت مين هو الاله المعلن في الكتاب المقدس وافترضت ان انا عندي شويه صفات لي بي بيساعدني كتير افهم ده مو حبيب من الله ولا لا بالطريقه العكسيه اللي كنت بحكي فيها انه اتكتب في ثقافات مختلفه وفي ازمنه مختلفه فده بياكد لي ان القصه واحده والاله واحد جميل وانا رح اخذ كلمه من اللي حكيتها اخ ديفيد موحى به او غير موحى به مشاهدينا في حلقات قادمه رح يكون معنا طبعا المهندس ديفيد ورح نحكي عن موضوع الوحي خليكم معنا بعد الفاصل علشان رح نسمع برضو اسئله الشباب واذا انت اليوم عندك سؤال او اذا انت عندك سؤال او اعتراض او تعليق معين مواقع السوشيال ميديا البرنامج رح يكون منتشر عليها اشعر بكل الحريه تعبر عن ما يدور في ذهنك ما يدور في ذهنك من خلال هذه المواقع كونوا معنا بعد الفاصل مشاهدينا <applause> رجعنا بعد الفاصل معنا مجموعه من الشباب بنحب نسمع اسئلتهم ونتعاون مع المهندس ديفيد نجاوب على هاي الاسئله مين عنده سؤال يا شباب واحنا بنتكلم على ثقتنا في الكتاب المقدس اتكلمنا على ثلاث محاور منهم محور الاصاله ان اللي اتكتب ده هو اللي وصلنا النهارده. ازاي نوصل للثقه دي واحنا معناش النسخه الاصليه اصلا للكتاب. يعني خلينا نجاوب اجابتين اجابه علميه شويه يعني هقولها في الاخر واجابه بسيطه الاول. فمره كان عندي خدمه مع اطفال وكنت هتكلم عن الوحي بتاع الكتاب المقدس أه وكنت عايز اوصل لهم معلومه ان احنا ما فيش في ايدينا النهارده المخطوطة الاصلية لكن عندنا نسخ تانية كتيره منسوخه من الاصل فجبت دعوه فرح ورقه كده انا كاتبها بايدي ووزعت عليهم ورقه هما تقريبا كانوا 30 طفل ومليتهم الدعوه وبعد ما مليتهم الدعوه طبعا الاطفال وهم بيكتبوا فيها اخطاء كتيره بتحصل مش كل كلمه تبقى زي بالظبط ما هي ممكن تروح نقطه يبقى في نقطتين بدل نقطه ينسوا نقطه حرف مش باين قوي المهم بعد ما خلصوا خلاص بعد ما مليتهم الدعوه مسكت الدعوه اللي انا في ايدي دي ورحت مقطعها قلت لهم هل بقى نقدر النهارده بما ان انا معيش الدعوه الاصليه الم كل النسخ دي ونشوف ممكن نسترجع النسخه الاصليه ازاي؟ وعملت كده فعلا جمعت كل الدعاوي يعني اللي هم كتبوها وقعدت اقراها طبعا في كلمات حسيت ان انا كلمه مثلا مش عارف اقراها قوي فرحت لبقيه النسخ عشان اشوف دي ممكن تكون ايه؟ فاكتشفت مثلا ان في كلمه هنا مثلا نون مثلا بقت ت لكن في بقيه النسخ كلها نون فهنا افترضت انه غالبا هي ت بس في الطفل اللي كتب ده كتبها مش مظبوطه قوي نسي نقطه وهكذا فكاني بطريقه عكسيه استرجعت النسخه الاصليه او خليني اقول محتوى المخطوطه الاصليه من غير ما يكون عندي المخطوطه الاصليه اللي انا بقوله ده هو بالظبط بالظبط اللي بيحصل في علم اسمه النقد النصي النقد النصي نقد هنا بالدال يعني التمييز النصي يعني عايز اميز النص ده اتكتب ايه بالظبط المحتوى بتاعه فعندي نسخ كتيره قوي منقوله من الاصل أه بجمعها وبعدين ابتدي اقارنها ببعض عشان اعمل عمليه عكسيه وكاني بسترجع محتوى المخطوطة الاصليه من غير ما يكون عندي المخطوطة الاصليه أه فاه ده بيحصل وتاني بدعي ان كميه المخطوطات وده اللي كنت بحكيه من شويه مخلياني أه واثق انه انا ما مليتش مثلا الدعوه لطفلين انا مليت ل 30 طفل لما بتكلم عن مخطوطات الكتاب المقدس بتكلم عن حاجات بالمئات وبالالاف وبالنسبة لاصفار معينه فده بيساعدني كتير على الرغم من المجهود الضخم اللي محتاج اعمله اني استرجع المحتوى فينفع اعمل كده حتى لو ما عنديش المخطوط الاصليه. شكرا يا شادي على سؤالك طبعا زي ما حكيت لكم مشاهدينا احنا عندنا شباب من مصر ومن برا مصر. نورا انت من سوريا. نعم. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بك. تفضلي يا عندي سؤال بخصوص جواب لماذا الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس هو وسيله تواصل الله معنا. طب ليه الله اختار يتواصل معنا عن طريق كتاب ما تواصل معنا شخصياً؟ حلو السؤال ده عايز بس اكد فكره مهمه جدا لما بقول ان الله بيتواصل معانا من خلال الكتاب المقدس انا ما اقصدش انه بيتواصل معانا بس من خلال الكتاب المقدس انا اقصد اقول يعني زي ما كنت بحكي مع كرامي ان دي اضمن طريقه توثق الكلام بحيث انه ما يتغيرش صح لكن ده مش معناه ان الله محكوم في تواصله معانا بالكتاب المقدس بس السبب بسيط جدا جدا انه مش كل الناس عندها كتاب مقدس اصلا يعني ومش كل الناس عندها الطريقه اللي ممكن تفهم بيها بعض النصوص في الكتاب المقدس اللي ممكن تكون صعبه فده مش متاح لكل الناس. فطبيعي جدا الله بيتواصل مع كل الناس بصور مختلفة، حتى لو هتكلم بس عن الإيمان المسيحي مثلا، ان الله بيتواصل معايا أصلا كمؤمن من خلال الروح القدس اللي ساكن فيا. لكن اللي أقدر أقوله واللي فارق معايا جدا إن أقوله، لما بتكلم عن الكتاب المقدس أنا ما أقصدش أقول ان الله محصور في تواصله معايا بالكتاب، لكن أقصد أقول ان المعيار اللي بتأكد بيه لما الله يتواصل معايا من خلال حاجات تانية أيوة. إن أنا فهمته صح هو الكتاب المقدس، لأن يعني هو ده الموثق. فانا هنا مش بنفي امكانيه تواصل الله مع البشر خارج الكتاب المقدس لكن بحاول اقول ان ده المعيار اللي بنرجع له فانا لما ادعي زي ما كنت بحكي رامي ان ربنا كلمني وقال لي على حاجه واحدة من ضمن الحاجات مثلا في سفر في الكتاب المقدس في سفر التثنية اصحاح 13 الله كان مدي الشعب طريقتين يحكموا بيهم الشخص اللي بيتكلم ده اذا كان نبي كذاب ولا نبي صادق. واحدة منهم انه لو قال حاجة وما حصلتش قال حاجة باسم الله وما حصلتش صح. يبقى هو مش من الله. الثانية لو قال حاجة وحصلت بس بعد ما حصلت جبنا كلنا وراه عشان نمشي وراه ونسيب الله يبقى هو برده نبي كذاب، فاقصد اقول انه كان في طرق مختلفه بيحكم بيها الشخص اذا كان اللي بيدعي ان الله كلمه ده آه الله كلمه فعلا ولا لا. نفس الكلام هطبقه على نفسي، لو انا ادعيت ان الله كلمني وده بيحصل كتير على فكره. او ان الله مثلا مطمني ناحيه حاجه معينه او غيره وغيره وغيره. ايه اللي ياكد لي انه دي فعلا تواصل من الله معايا مش وهم من عندي او ان انا نفسي في ده؟ ان اشوف هل التواصل ده بيتفق مع كلمه الله المكتوبه والموثقه والاصيله واللي فيها ولا مختلف؟ فده اللي عاوز اقوله طبعا ان الله بينفع يتواصل معانا من خلال حاجات مختلفه كثيره، لكن المعيار اللي بنرجعه عشان نتاكد الحاجات المختلفه الكثيره دي فعلا الله يتواصل بيها معايا ولا لا هو الكتاب المقدس. نستخدم مرات كلمة تانية لما بنحكي المعيار بنقول المسطرة ومشهورة في مصر لما تقول المسطرة اللي على أساسها بنقيس صحة الكلام هو ما فيش مانع الله يكلمني بس على ايش بقيسه الكتاب المقدس في اي سؤال تاني يا شباب انا عندي سؤال ليه لازم اقرا الكتاب المقدس بشكل مستمر طول حياتي ليه مش اقراه مره وادرسه كويس وتنتهي قرايتي ليه يعني الكتاب نفسه بينتهي ليه افضل اعيد وازيد تاني وقرات من الاول وجديد انا عندي اجابتين الاجابه الاولانيه ان انا لو افترضت ان انا عايز اتعرف على رامي فما ينفعش اقول انا هتعرف عليه بان انا اقعد معاه قعده واحده ده مش هيحصل انا اصلا عشان اعرف رامي هو انسان في الاخر زي زيه هو يعرفني محتاجين تواصل مستمر في مواقف مختلفه فلو انا بتكلم ان الكتاب المقدس هو كلمه الله اللي اعلنها للبشر وانا عايز من خلالها اعرف الله فده تواصل مستمر ما يكفيهوش العمر فما ينفعش اقول ان انا خلاص هقراه مره وخلاص كده يبقى انا كده عرفت كل حاجه فيه الحاجه الثانيه ان انا اصلا بتكلم على نص زي ما كنت بحكي مع رامي اتكتب في ازمنه مختلفه خالص عني وثقافة مختلفة عني فأنا محتاج شوية مجهود أصلا عشان أفهم بعض الحاجات اللي فيه اللي مش زمني ولا كلامي أنا مش بقول كده أنه موجود كده في كل كتاب مقدس كأنه مبهم لكن بعض الحاجات محتاج شوية أبذل مجهود إن أنا أفهمها فما فيش إنسان يقدر يدعي أنه يقعد على الكتاب المقدس كله مرة واحدة يجيب آخره فولا الكتاب حتى ككتاب بتكلم عنه انسي ان هو كتاب مقدس اي كتاب انت عشان تقريه غالبا في المره الثانيه اللي بتقريه فيها بتكتشفي حاجه جديده انت ما كنتيش واخده بالك في المره الاولانيه وهكذا فلما بتكلم عن الكتاب المقدس في ازمنه مختلفه وان هو كلمه الله اعتقد انه طبيعي ان اكون بقراه طول الوقت لانه في كل مره الله بيتكلم معايا من خلاله في مواقف حياتي المختلفه ودي حاجه مهمه لان كلمه الله اسمها كلمه الله الحيه فهي متفاعله معايا مش مجرد نص جامد خلصنا منه مش بيقدم لي معلومه وخلاص يعني والحاجه الثانيه ان انا اصلا مش دايما طول الوقت ببقى قادر افهم كل حاجه بقراها فانا محتاج مجهود كمان عشان افهم بالذات لو كتاب بالضخامه واختلاف الثقافات زي ما كنا بنقول كتاب مقدس بنفس الوقت آه هو زي المرايه آه بشوف في نفسي وبقيس نفسي وحياتي بالنسبه لهاي المرايه فنفس الموضوع إذا أنت بتشوفي المراية هل بتشوفيها بس مرة واحدة وخلص بتكتفي وبتعيشي حياتك على هديك المرة اللي شفتي فيها المراية ولا محتاجة كل يوم تشوفي المراية وتزبط الدنيا؟ أعتقد برضه هذا سبب آخر بخلينا نقرأ الكتاب بشكل مستمر. أي أسئلة أخرى يا شباب؟ كنت عايز أسأل إحنا بنقول الكتاب دوت كتاب مقدس فهل إحنا بنعبد كل حرف موجود في الكتاب ده إن هو حاجة حرفية وكده ولا إيه بالظبط؟ يعني حلو السؤال ده برضه احب يعني اتكلم فيه اكتر انه بلاقي اكتر شويه مسيحيين لما يلاقوا مسيحيين تانيين متمسكين بالكتاب مثلا او لما تيجي مثلا تقول له ده مش عارف حصل كذا وكذا اقول لك لا بس الكتاب ما قالش كذا فيقول لك امه انت بتعبد يعني الحرف احنا مش بنعبد نصوص أيوه. مش بنعبد حروف وكلمات احنا علينا علاقه مع اله حي الكلام ده يعني جزء منه صح وجزء منه مش مظبوط قوي لما انا بقول ان انا متمسك بكلمه الله وبحاول افهمها علشان اعيش بيها انا ما اقصدش اني بعبد نص انا اقصد اقول اني بعرف الله من خلال اللي قاله زي ما انا بعرف رامي من خلال كلامه بس انا هنا بعرفه بطريقه صح فانا بحاول ابذل المجهود عشان افهم اصلا المكتوب عشان خاطر لما اكون بقول بجد ان انا عارف الله يبقى فعلا عارف الله في فرق كبير بين لما بنقول الكتاب المقدس هذا لا يعني اني انا اليوم بعبد الكتاب لكن زي ما تفضلت انا بعرف الله من خلال الكتاب وبنفس الوقت راح نحكي في حلقات ثانية آه عن سلطة الكتاب رح نحكي عن منشأه أصله من ناحية الفكر اللي فيه من وين إجا وممكن أقول برضه يا رامي أن أنا لما بقول أنه آه مثلا حد قال لي حاجة قلت لا ده على فكرة رامي قال مم. لما بقول رامي قال دي معناه انا محترم رامي أيوة. مصدقه أيوة. فلما اقول الكتاب المقدس قال وعلى فكره كتير بيتقال كده بالذات في العهد الجديد لما يجي يقتبس العهد القديم يقول هكذا يقول الكتاب او لان الكتاب يقول ده معناها احترام لمصدر الكتاب او كما جاء في الكتب كما جاء في الكتب <applause> اذا هو احترام لله مصدر الكتاب المقدس أيوة. فهو مش عباده للحرف لكن احترام للاوحى بالكلمات شكرا مهندس شكراً. ديفيد لحضورك معنا وجودك معنا اكيد متحمسين للمرات المقبله الشباب والصبايا اهلا وسهلا فيكم من جديد وشكرا لوجودكم معنا مشاهدينا وصلنا لنهايه هذه الفقره خليكم معنا الحلقه كانت مقدمه وافيه ديفيد كان بيقول ان احنا معانا كم من المخطوطات واسع جدا منسوخه من المخطوطات الاصليه فاحنا نقدر نقول ان احنا معانا النص الاصلي حتى لو النص ذات نفسه كنص مكتوب هو مش بين ايدينا لكن نقدر نوصل له كمحتوى بكل سهوله أه صراحه كانت حلقه رائعه قدرت اوصل فيها لاجوبه لاسئله كانت بتعودني من زمان انه كان في مخطوطات كتير للكتاب المقدس على اختلافاتها بس كلها بالنهاية أجمعت على فكرة واحدة وهذا الشيء هو اللي بيثبت صحة الكتاب المقدس عزيزي المشاهد وعزيزي المشاهدة إذا كنت عم بتتابع هذا البرنامج اليوم وفي ذهنك أسئلة كثيرة إذا كان في ذهنك أو ذهنك حيرة من نحو مواضيع كثيرة الكتاب المقدس بيشجعنا على المعرفة الإيمان المسيحي بيحثنا على الدراسة والاجتهاد للمعرفة لكن خليني اشجعك على هاي الفكره الانسان بحد ذاته لما الله خلقنا احنا لم نصمم حتى نعرف كل شيء نعرف اجابات على كل الاسئله في الوجود الله صممنا وخلقنا بشكل حتى نكون في علاقه مع الذي يعرف الكل الفخ الاول اللي سقط فيه ادم وحواء هو فخ المعرفه قال لهم تصيران كالله عارفين الخير والشر وهذا بحد ذاته أخذهم في اتجاه مختلف المعرفة حتى اللاهوتية لا تنتج بالضرورة فهم روحي بنشجعك في برنامج رحلة اكتشاف إنه مسعى المعرفة جهودنا للمعرفة تكون نابعة من اشتياقنا أن نعرف أكثر عن هذا الإله حتى نستمتع في العلاقة معه نستمتع في الشركه معه هاي دعوه مني ومن كل فريق البرنامج انك تنضم لنا في الرحله من مشوار لمشوار ومن محطه لمحطه حتى مش بس نعرف لكن نعيش اللي بنعرفه تعال معنا لمحطه جديده من رحله اكتشاف في الحلقه القادمه